صورة متشائمة أخرى يرسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي. صندوق النقد ومن خلال تقرير له حذر من أن تمديد تخفيضات أوبيك بلس أو انخفاضات أكبر في أسعار النفط ستؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية، مضيفا أنه إذا ما تصاعدت حدة التوتر الإقليمية فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية سيؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في الإنتاج النفطي العراقي. تقديرات النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد تقلص بنسبة 9%، وأن التوسع المالي في عوائد النفط أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي من 52 إلى أكثر من 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ما يعني أن عجز المالية العامة الأولي غير النفطي سيتسع إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. الصندوق دعا حكومة السودان إلى إجراء ضبط للأوضاع المالية العامة وفاتورة أجور القطاع العام وتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية وتطوير القطاع الخاص وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف الحكومية وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والحد من الفساد ليتحقق استقرار اقتصادي. تحذيرات النقد الدولي ليست الأولى من نوعها، فقد أكد وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري أن خبراء صندوق النقد الدولي حذروا المسؤولين الحكوميين في العراق من أن الموازنة المالية لثلاثة أعوام لن تستقيم إلا بوصول سعر البرميل إلى 90 دولاراً، متوقعين عواقب غير محمودة للاقتصاد العراقي. وبهذا الخصوص أشار زيباري إلى أن أعضاء اللجنة المالية الذين مرروا هذه الموازنة لا يجيدون قراءة العربية. واليوم يؤكد صندوق النقد الدولي أن استمرار تنفيذ الخطط المالية الحالية للسلطات في العراق سيؤدي إلى إعادة إشعال التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية في بلد يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية متلاحقة.